صباح الخير أو مساء الخير يا برج الدلو والبرج الحلو، يا رب تكون كويسة يعني وتطلع حلوة، بس بدايتها حلوة، بدايتها مبشرة. برج الدلو، ركز معايا بقى في النقطة دي. في بداية، بداية حلوة أوي، بداية مشرقة، الشمس سوف تشرق على برج الدلو. بعد شوف كده، أوه إيه ده، برج الدلو أيضا ده في بداية حقيقية مش هزار. ده حد يعني ده حد عينه عليك، و ده كمان بص ايه ده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، عيني بارده، عيني بارده. 10 كوبايات في ايدك، ده في حد يا اما قديم راجع وده هتشوفه من القراءة، يا اما حد جديد بقى خالص وانت بتستقبله كده كل روح رياضية، ده انت منفتح عليه، انت بتقول له تعالى يا اخي، ما هو مشتري عليك يا راجل، تأخرت ليه كده؟ لا لا يا جماعة، لا 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 لا، أنا قلبي رهيف في القراءات دي، حرام حرام والله. حد قديم على فكرة ممكن، أوكي عشان بس نبقى متفقين كده. طيب مبدئيا كده يا برج الدلو، مفيش حاجة تقلق الحمد لله. يمكن أن تتعامل مع برج الحمل وبرج الجوزاء وبرج ترابي وسرطان وأبراج إيه تاني؟ ترابية وبرج برضه ناري، برج ناري، أوكي؟ طيب، مبدئيا كده هناك شخصا يعشقك، يعني العشق الحقيقي مش هزار يعني، كأنه ملاك، يعني مش ملاك اللي هو ملاكش، لا، ملاك اللي هو مصدق ملاك، أنت توأم روحي وفرحان بيك أوي 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 أوي، وهو أنت في بداية جديدة، ده بص ده ده داخل على جواز، ده داخل على جواز، ده بيقول لك إيه؟ انت بتالي خلصت، انت بتالي في بداية جديدة، انا عايزك تتفائل تتفائل. طبعا ده برج الجوزاء، وممكن يكون يعني هو ميزان بس واخد طاقة برج الجوزاء، طاقة العشاق، يعني في حب من الاخر، وحب قوي بس عشق، عشق مش هزار. طب انت طاقتك غريبة قوي ما عشان كده بقولك انت ممكن تكون حد من الماضي، انت زي ما تكون كوين اوف ووندوز، اللي هي ممكن يكون ايه، ممكن يكون انت حد راجع لك من الماضي وانت بتقول له ايه، بتقول لي مش سامع، بمعنى كده لان هو انت شايف انه مقدم لك عرض، مقدم لك عرض، اوكي كوين اوف ووندوز، انت بتقول له ايه مش سامع والله، او مش سامع، بتقول ايه، بتقول بحبك مش سامع والله. بص بقى يا برج التالو، ايه ده، ايه ده يا برج التالو، ايه ده، ليه كده، ليه كده وليه دي؟ برج الدلو انت متخوف جدا، انت يعني عارف اللي هو الشخص ده لو رجعت اقسم بالله، اقسم بالله هوريك، مش هوريك اضربك، لا اياك تضحك عليا، ده انا ده ناصحه قوي، بص ده انا ناصحه، خلي بالك يعني انا مش هفاية، مش هتضحك عليا تاني. انت متخوف جدا وقافل على مشاعرك ومبين له وش خشب، هو حد قديم بس لا يمكن يبقى حد جديد وعامل له كده، او ممكن تكون حد جديد بس انت خايف منه، مقلق دخلته كده، دخلته كده مش عاجباني، غلط وانا كنت مستنيه يغلط. الشخص ده ممكن تكون بتعرف عليه جديد وداخل يقول لك انا عايز اتجوزك، فبتقول له نعم يا اخويا، تتجوزني ازاي؟ تعرفني يا ابني؟ عايز اتجوزك، فانت خايف منه قوي، ومسافر الصيف اللي هو بص بقى اي حركه هكه كده ولا هكه كده هتروح في ده، ده انا حويط، ده انا ذكي، اوعى. انا صحيح بص انا كل حنيه، ولكن على فكره ده كافي، ده ديان مظلومه جدا، انت في طاقتك، انت في طاقتك، فانت خايف جدا 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 منه، ورافع لك ورافع له السيف، هي الراجل اللي عمال يقول لك يعني مساء الخير، مساء الحب، مساء الدلع، وانت بتقول له ايه ده، يعني ايه ده، ايه المحن ده. انت عامل له وش صعب قوي، ما اعرفش ليه، انت خايف منه، انت خايف منه، عشان كده طاقتك سفول، انت سعيد بس خايف، خايف خايف خلاص. هو شايفك ازاي؟ شايفك الكوين اوف بانتكلز، شايفك شخص على فكره بقى، الشخص ده
بص انت مبين الوش ده، ها؟ بس هو شايف حقيقتك، شايف حقيقتك يا برج الكلب، شايف ان انت شخص جميل قوي من جوه. انت بتبين اه الوش الخشب، بس انت شخص جميل. الشخص ده ممكن يكون قديم، عرض عليك عرض مصالحة وبداية جديدة، وانت بتقول له لو هوضت هنا هقتلك من الاخر، بس هو عارف من جواه ان انت حزين على العلاقة دي بالظبط، وان انت بتحبه، عشان كده هو رجع لك، بيحبك ومتأكد ان هو بيحبك على فكرة. يعني هو معلش جدا انا فصل، بس انا عندي هكمل ان الشخص ده شايفك، انا عملت توضيحات هنا، الشخص ده شايفك ان انت كنت حزين على العلاقة دي، وعشان كده انت شايفه كمان مقدم عرض حقيقي، انت شايفه ان هو مقدم عرض حقيقي ليك. طيب ايه الخطوة اللي هياخدها؟ الشخص ده حيران، عنده حيرة شديدة قوي، مش عارف يعمل ايه. هو بيحبك قوي قوي، بس مش عارف يعمل ايه، ومخبي حتة ان هو عايز يجيلك بعرض دي جواه، مخبي بقى الحوار ده. في المقابل ودي حاجة غريبة، ان انت لو هو قدمك بعرض ياس فاندس، انت كمان عايز، على فكرة انت كمان عايز تبتدي عرض، على فكرة انت برج الدلو اه خايف منه وقلقان، بس اه انت حزين قوي، انت حزين قوي كده ليه يا برج الدلو؟ انت عايزه على فكرة، انت زعلان قوي عشان كده هو شايفك زعلان، و لو جالك بعرض انت كمان هتروح له بعرض. يعني هو لو فكر يجي انا كمان هجيلك، بس خلي بالك بقى، بص بقى عشان تعرف، هو هيجيلك بالكينج اوف بنتكلز، عرض تقيل. انت بقى تعمل ايه؟ انت خايف منه، خايف قوي، انت متخاف منه قوي، بتعمل ايه؟ انت عايزه، انت بتحبه وعايز بداية، بس انا بقى هديك حاجة بسيطة، ان هو يقول لك مثلا، يقول لك وحشتني، تقول له اه الحمد لله انا كويس، اها بس كده تسكت، لان ده مش بالتكلس، عرض زنطوط. يعني يقول لك انا عايز اخطبك، انا عايز اتجوز، تقول له لا خلينا في الارتباط الاول، نرتبط كده 2 3 اجربك، نفضل كده مع بعض، نخرج ونروح ونيجي، لان انا اتلسعت من الشوربه يا بابا، انا اتلسعت منك قبل كده. على فكره يا برج الدلو، انت بتفكر تفكير سلبي شويه، معلش اعذرني، انت باصص على ان العلاقه لما كانت زمان تعبت وزعلت، بس في امل في العلاقه دي. انت اه انت جالك خيبه امل من الشخص ده، الشخص ده ممكن يكون ما اتغيرش، حاولت معاه كتير دول ما اتغيرش، بس في كوبايتين ورا اهو، ما تركز معاهم يا عم، سيبك من كوبايات المقلوبه، ركز معاه، سيبك بقى اهو. بس انت هت ايه هت يعني هو هيجي صدمتك، وانت هتقول له اه الحمد لله كويس، لو دخل كلمك هترد عليه، بس مش اللي هو وحشتني وحشتني، لا مش الكلام ده، اللي برج الدلو صعب 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 يعني. طيب هو شايف العلاقة دي ايه؟ شايف العلاقة دي على فكرة لو كنت عامل مع حد برج الجوزاء فانتوا الاتنين هوائيين، بطاقة عقل، شايف ان العلاقة دي علاقة عقلية بالظبط، شايف العلاقة دي كان متغلب عليها العقل ممكن. بالظبط، العلاقة دي لو اتكلمنا بالتفاهم، لو اتفهمنا هنرجع لبعض بسرعة أوي. خلي بالك هو مراقبك، خلاص بيراقبك، والكارتين دول مراقبة، أوكي؟ وده البيج أوف سوردس ودي الكوين. انتوا زمان اه بس كده انا بدأت افهم، على فكرة انا بدأت افهم العلاقة دي كانت زمان علاقة فيها شخص مندفع وشخص قافل على المشاعر، شخص مندفع الكينج اوف سورتس، شخص مندفع وشخص تاني مش قد كلمته ومتلاوع شوية، او عايز مثلا صحوبية، لا ما نرتبطش دلوقتي الكلام ده. فمن البيش اوف سورتس الكوين اوف سورتس،
يعني العلاقة دي لو رجعت تاني مرة تانية ورجعت حسمنا أمورنا هتبقى كده. هو شايف كده، شايف إن العلاقة دي كان فيها عدم تفاهم أو أنتوا ما كنتوش فاهمين بعض ممكن، يعني هو أو مثلا، وده اللي حساه يعني، هو كان عرض عليك عرض وأنت قلت له لأ مش عايز أتجوز دلوقتي بصراحة، وحاسك إن أنت عايز ترجع في كلامك وان انت كابت على مشاعرك كده، فلو هو شايف ان هو لو العلاقه دي فهمنا بعض احنا الاثنين هننتصر. على فكره انت بتحبه وزعلت لما مشي. يلا يا عم انت كمان شايف السنين بتاعك، بص مش بقولك بتحبه، بضحك على نفسك، بتحبه على فكره، والشخص ده راجع، راجع بس مش راجع ببطء لانه خايف ترفضه تاني. الشخص ده قدم لك عرض جواز وانت قلت له مش عايز اتجوز اهو، بس عرفت الطاقة بتاعتك دي جاية منين يا لئيم. انت شخص بتحب الخروج والفسح، ويعني يعني نلف مع بعض شوية، بلاش جواز على طول كده، أخاف منك. بس لما بعد ما قدرش قال لك لا أنا بحبه أنا عايزه تاني، هو مقدم لك عرض، هو مقدم لك عرض بصراحة وأنت هتقبل العرض ده. وعلى فكرة أنت كنت قافل على مشاعرك، أنت كنت قافل على مشاعرك وممكن تكون مشيت من العلاقة دي بالظبط. ثانية واحدة، السيناريو التالت اللي معرض عليك عرض حب انت فلفصت منه. عشان كده هو شايفك ان انت عيل، مش عيل يعني، بس يعني مش عايز ترتبط، مش عايز حد يمسكك. فبس انت لما هو مشي انت زعلت، زعلت عليه قوي، وانت مستعد بس اللي هو ايه نص نص برضه، برضه لسه مصمم مع الموقف، بس انت بتحبه قوي على فكره، شايف العلاقه دي حلوه. طب النصيحه ايه؟ النصيحه بتقول لك يا برج الدلو اشتغل على العلاقه دي، العلاقه دي سنيت انت خلص. يلا يا عم، يلا يا عم، بصدق بصدق نفس بقى يا عم، علاقة رغم إن أنا حب شخص بيحبك أوي أوي أوي، مش عارف أقول أوي لحد إمتى، ده خلاص ده هيتجنن عليك من الآخر. هو بصراحة برج الدلو أي حد يتجنن عليه، برج الدلو فظيع، يجذب أي حد، هيتجنن عليك، هيموت ويقول لك بحبك، لو ما قالكش بحبك هيموت، هيموت هيموت ويقول لك بحبك. فبيقول لك اشتغل بقى، يعني قدم له حاجة، زقه شوية، زقه، لو ده كراش، لو ده كراش زقه، عشان هو خايف من الآخر، بس بيحبك قوي، شايفك السن بتاعه. اشتغل يا برج الدلو على هذه العلاقة، هتبقى علاقة جواز بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله واحد أحد، خطوبة أو زواج يعني حاجة من الاتنين. القراءة كانت حلوة يا برج الدلو، ويا رب يا رب تكون عجباكم، وأشوفكم في فيديو المنفصلين بإذن الله، شكرا لكم.